إذا تحية من جديد وجديد، أرحب بكل السادة المشاهدين الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشعب، قناة شوف تي في. أنا ما كنتم في كل مكان داخل أو خارج أرض الوطن، مباشرة من مدينة بني ملال. طقس بارد جدا وبرد قارس في 9 ليلا، وأجواء ليلية مثيرة بأبرز الشوارع الكبرى لجوهرات الأطلس المتوسط، عاصمة جهة بني ملال خنيفرة، مدينة بني ملال. 16 درجة مئوية اللي كتسجل في الحرارة بعد في 9 ليلا، مع ذلك فطقس بارد جدا، برودة شديدة. مساء اليوم كذلك هي نفس الأجواء التي تسود في باقي مدن الجهة الرئيسية، كما هو الحال والشأن في أبي الجعد وادسم، خريبقة، خنيفرة، عازلة، لفطي بن صلاح وقصبة عدلة. كانت مسجلة بعد زوال اليوم 22 درجة مئوية كأعلى مقياس في الحرارة بطبيعة الحال، ومرتقب ومتوقع أن درجات الحرارة مازالت تنخفض بالليل والصباح وتوصل إلى 11 درجة مئوية كأدنى مقياس. سرعة الرياح كتجاوز 10 كيلومترات في الساعة بقليل، ونسبة الرطوبة كتوصل إلى 59% بعد 9 ليلا. إذا انتبهنا مشاهدنا الكرام، هذه الأجواء العامة هنا بجوهرة الأطلس المتوسط، أنقلها لكم مباشرة بالصوت والصورة من شارع محمد الخامس الرئيسي بالطريق المؤدية إلى مدينة مراكش، بالقرب من القيادة الجهوية للدرك الملكي. أجواء ليلية مثيرة استثنائية غير اعتيادية بطبيعة الحال، كون أن درجات الحرارة مازال تتعرف تسجيل انخفاض ملموس هنا يوم بعد يوم. بطبيعة الحال برودة الطقس تضفي رونقا آخر على المدينة وتسيطر على المكان، على المنطقة. بطبيعة الحال متابعينا مشاهدينا الكرام، من أي منطقة كتتابعونا أو كتشاهدوا هذا البث المباشر، في انتظار تفاعلكم معي في هذا البث المباشر، كيف هي الأجواء عندكم؟ شحال وصل درجات الحرارة عندكم بعد 9 ليلا؟ هنا ببني ملال الأجواء جد باردة وبرد قارس جدا. مساء وليلة اليوم بطبيعة الحال، أجواء باردة جدا متابعينا مشاهدنا الكرام، برد قارس وصقيع يجتاح المناطق ديال جهة بني ملال خنيفرة وبني ملال وضواحيها ونواحيها بطبيعة الحال. الأحوال الجوية دائما في فصل الخريف وفصل الشتاء، بني ملال معروفة ببرد القارس شتاء وخريفا بطبيعة الحال، وصيفها الساخن صيفا حرارة تكون قياسية في فصل الصيف، تتجاوز وتصل 50 درجة مئوية في بعض الأحيان. شتاء بالمحمدية تبارك الله. شكرا الأخ سيمو بابلو كيقول شتاء بالمحمدية، كذلك بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، كذلك بالرباط. نتمنى من الله يرزقنا أمطار الخير والبركة. هنا برد قارس، وصراحة برد الشتاء هذا، ولكن مازال موصلتنا الشتاء هنا متابعينا مشاهدنا الكرام. نطلب من الله
الرحمة الواسعة في الدنيا قبل الآخرة بطبيعة الحال. الله يرحمنا برحمته الواسعة في الدنيا قبل الآخرة. برد شفشاون قطرات ضعيفة، الله يرحمنا، اللهم آمين. شتاء ما شاء الله في الدار البيضاء، كذلك بالرباط بالدار البيضاء. للمتابعين مشاهدينا الكرام، هذه الأجواء العامة بعد 9 ليلا هنا بمدينة بني ملال، جوهرة الأطلس المتوسط، عاصمة جهة بني ملال خنيفرة. أجواء باردة، طقس بارد، محمدية كذلك، شتاء. دائما في انتظار تفاعلكم معي في هذا البث المباشر عبر تعليقاتكم. كيف هي الأجواء عندكم؟ واش وصلتكم شي شتاء أو برد؟ لأنه هنا طقس بارد، بارد جدا جدا، كذلك برودة الطقس تضفي رونقا آخر على السماء بني ملال وعلى مدينة بني ملال ومناطق جهة بني ملال خنفرة بمجملها بأكملها بطبيعة الحال. تنغير أسميد سميقلي بطبيعة الحال، تنغير بجهة درعة فيلالت باردة كما هو الحال والشأن في بني ملال ونواحيها وضواحيها، إلا وسميد في تنغير. مدينة تمارا تمطر الحمد لله. الشتاء في كازا أمينة، شكرا عبد الله عزيز، شكرا إلهام هشام، كل الشكر والتحية، تحية ود وحب واحترام وتقدير لكل السادة متابعينا مشاهدينا الكرام أينما كانوا في كل المدن المغربية في مدن المملكة الشريفة العزيزة بطبيعة الحال. كذلك تحية منساوش الناس متابعينا كتر في كل بقاع المعمور بطبيعة الحال، تحية ود واحترام وتقدير لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، سفراؤنا يعني اللي تمثلونا في دول المهجر، ديال المهجر، وهم كتر متواجدين في كل بقاع المعمور بطبيعة الحال. مازال معكم متابعينا في هذه الجولة الليلية كذلك. برد قارس جدا في مدينة مراكش، يعني مدن الأطلس الكبير كذلك، تعرف واحد الموجة ثقيل، موجة برد قارس كما هو الحال والشأن في المدن الداخلية للمملكة في مرتفعات الأطلس المتوسط والسهل تادلة، كذلك بهضاب الفوسفات والماس. خنيفرة سميقلي والبرد جاف. شكرا فاتي وجدة، الجو زوين، يعني الجو مزيان في وجدة. شكرا موريس. يعني متابعينا مشاهدينا الكرام مازال معكم في هذه الجولة الليلية هنا في أبرز شوارع مدينة بني ملال. أجواء ليلية باردة جدا متابعينا مشاهدينا الكرام، برد قارس يجتاح منطقة بني ملال والضواحي كذلك بباقي مدن الجهة الرئيسية
برودة شديدة، تود في رونقا خاصا على المنطقة. كذلك أجواء باردة في مراكش، فاس، مكناس، يعني كل المدن الداخلية كتعرف واحد البرودة شديدة في الطقس اليوم. كذلك مدن الشمال أمطار غزيرة بالجديدة. الله يرحمنا أخي الكريم، الحمد لله. شكرا يوسف. إذا في انتظار، دائما في انتظار تفاعلكم معي في هذا البث المباشر، في انتظار تعليقاتكم كيف هي الأجواء عندكم في المناطق اللي كتتابعونا أو كتشاهدونا منها داخل أو خارج أرض الوطن. طبعا الحال متابعينا مشاهدينا الكرام، أمطار الخير تزور مدن الدار البيضاء، الرباط، كذلك بالجديدة، المحمدية، مدن الساحلية بطبيعة الحال، مدن ديال ساحل المحيط الأطلسي اللي كتعرف برودة في الطقس، وكذلك كتعرف أمطار الخير مساء اليوم. مازال معكم متابعينا مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الليلية بأبرز شوارع الكبرى لمدينة بني ملال. دائما أجواء باردة جدا مساء اليوم. شتاء في الرباط. محمد زكريا، مرحبا اخي محمد زكريا، وعليكم السلام اخي الكريم، مرحبا. شتاء في الرباط في الدار البيضاء الجديدة المحمدية الان، كذلك مدينة الجديدة، امطار غزيرة كتعرف المدينة، منطقة دكالة، والحمد لله. عليكم السلام الاخ محمد زكريا، منين كتشاهدنا اخي او منين كتتابعنا، من المنطقة، كيف هي الاجواء عندكم اخي الكريم؟ لان متابعينا مشاهدينا الكرام في انتظار تفاعلكم معي في هذا البث المباشر، في انتظار تعليقاتكم وجوابكم على سؤالي التالي، كيف هي الأجواء عندكم؟ واش وصلكم شي برد أو شتاء؟ شحال واصلة درجة الحرارة عندكم هنا في بني ملال؟ 16 درجة مئوية اللي كتسجل في الحرارة بعد 9 ليلا، كانت مسجلة بعد زوال اليوم 22 درجة مئوية كأعلى مقياس، ويرتقب ويتوقع أن درجات الحرارة تنخفض إلى 11 درجة مئوية بالليل والصباح. سرعة الرياح كتجاوز 10 كيلومترات في الساعة بقليل، ونسبة الرطوبة كتوصل إلى 59%. الأجواء هي الأجواء العامة متابعينا مشاهدينا الكرام، دائما معكم في هذا البث المباشر والحصري لقناة الشعب، قناة شوف تي في، من أبرز الشوارع الكبرى لمدينة بني ملال، كازا، شوية الشتا، عبد الطريق، مرحبا أخي، شكرا محمد زكريا من كازا. مازال معكم متابعينا مشاهدينا الكرام، مازال في انتظار تصريح تعليقاتكم عفوا
انتم عيوننا مراسلين بطبيعه الحال في المدن ديالكم في المناطق اللي كتابعونا او كتشاهدونا منها، كيف هي الاجواء عندكم؟ فاس عبدو الطريقي، سلام تحيه كبيره الاخ جواد داودي، شكرا بودي جواد، كذلك مدينه فاس كتعرف البروده ديال الطقس الشديد، مكناس كذلك، بني ملال، خنيفرة، آزيلال، لفقي بن صلاح، قصبة تادلة، أبي الجعدوة، زم، خريبقة، مناطق باردة جدا، وكاين مناطق اللي كتوصل فيها البرودة ديال الطقس الشديدة إلى ما دون الصفر، ما تحت الصفر، وخصوصا المناطق الجبلية بمرتفعات الأطلسين المتوسط والكبير، كذلك بهضاب الفوسفات بسهل تادلة والماس، الموت ديال البرد من لندن. شكرا اخ جواد بودي من لندن، اذا متابعنا من جواد من بريطانيا العظمى من انجلترا، انا قلت قبل لحظات يعني متابعينا كوتور في ديار المهجر، انتم عيوننا بطبيعه الحال، كيف هي الاجواء عندكم؟ انتم مراسلين بطبيعه الحال في المدن او في المناطق اللي كتابعونا او كتشاهدونا من اللي كتعيشوا فيها، سلام. شنو الموضوع؟ الموضوع اخي الكريم هو البرد القارس، الاجواء، اجواء البارده اللي كتعيشها مناطق عديدة من المغرب متعددة، مغرب بارد، نعم مناطق داخلية أخي الكريم، مناطق مختلفة وعديدة كتعيش واحد الموجة صقيع وبرد قارس، خصوصا المدن الداخلية للمملكة، كذلك سهل تادلة بهضاب الفوسفات بهضاب والماس، كذلك بجبال مرتفعات الأطلسي المتوسط والكبير، آزيلال، مراكش، وكاين ميدان إفران كذلك كتعرف برودة شديدة في الطقس، هادو مدن الباردة. محمد زكريا من عين الشق، مرحبا بكل سكينة عين الشق، كل متابعينا في أحياء الدار البيضاء، عين الشق، الحي الحسني، السيدي البرنوسي، كذلك سيدي عثمان، المدينة القديمة، كذلك ببوسيجور، مناطق متعددة من الدار البيضاء، الوازيز كذلك، إفران باردة طبيعة الحال. إذا مازال معكم متابعينا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر الحصري لقناة الشعب، قناة شوك تي في، مباشرة من مدينة بني ملال. والماس، مصطفى بالكراني، سلام مرحبا اخي مصطفى، خالد زبير من اسفي، كيف هي الاجواء خويا خالد زبير في اسفي؟ واش عندكم شي برد؟ واش وصلتكم شي شتاء؟ مدن الساحليه، حسن خالد، شكرا اخي حسن، يا كل تحية ود واحترام وتقدير وكل الشكر لكل السادة متابعينا الكرام مشاهدينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشعب قناة شوف تيفي، وكل المتفاعلين معي في تعليقات في هذا البث المباشر، لكل من يتفاعل معي في هذا البث المباشر عبر تعليق وعبر تعليقات، آسفي، حاضرة المحيط بطبيعة الحال، ما شفتش يعني تعليقات بعض المدن الاخرى، فينا هما الفاسيين والمكناسيين اللي ما حاضرينش معنا على ما اظن في هذا البث المباشر، ما يمكنش فاسا ومكنسا انهم ينعسوا بكري، لا يمكن، اين انتم؟
مازال اخويا كطيح الشتا. خالد الخميسات، مرحبا الاخ خالد من الخميسات، تحيه لك وتحيه كل سكان الخميسات. مصطفى بالكراتي، شتاء فين فين مصطفى؟ الشتاء فين كاينه؟ فاس المود ديال البرد. افران بارد كذلك، افران مدينه افران، موزار، كندر، ازرو، يعني مناطق بارده بروده شديده اكثر من بني ملال بطبيعه الحال، فرق شاسع وكبير. اذا المتابعين مشاهدينا الكرام، مازال معكم في هذا البث المباشر في انتظار تفاعلكم معي في هذا البث المباشر في انتظار تعليقاتكم. هنا اجواء بارده، طقس بارد جدا. كيف هي الاجواء عندكم انتم؟ عيوننا في مدنكم في مناطقكم بطبيعه الحال. ابراهيم من ارفود جهه طرعات فيلال، تاكزيت فيها البرد. قارس عبدو عبد الرزاق، تحيه للاخ عيس ابراهيم من ارفود. الشتاء حاليا في مدينه العرائش. هشام، شكرا اخي هشام. شتاء في العرائش كذلك، مدن الشمال كتعرف تساقطات مطريه في هذا الاثناء في هذه اللحظات. اذا دعواتكم اخواني اخواتي، دعواتكم مشاهدينا متابعينا الكرام، دعواتكم، اعطيونا شي دعوه كريمه. الله يرزقنا امطار الخير والبركه، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. الله يرحمنا برحمته الواسعه في الدنيا قبل الآخرة. مراكش باردة كذلك،